كل ما نيجي نفتح لها الحصالة تقفل تاني. حاضر حاضر. سيادة اللواء، خير يا فندم؟ في ايه؟ لا مش خير يا معلم. في ايه يا فندم؟ هو احنا هنقف نتكلم على الباب ولا ايه؟ لا طبعا فاتتني دي. اتفضل اتفضل يا فندم. خطوة عزيزة. تشرب يا فندم. في ايه يا باشا؟ وقوع البلا ولا انتظار؟ في الظروف اللي زي دي المفروض اجيب قوه واقبل عليك. قوه ليه؟ انا عملت ايه؟ عملت عمله كبيره يا معلم. بوظت خطه لاداره المكافحه، وكل ده بسبب ان انا استثنيت العربيه بتاعتك تخرج من غير ما افتشها. يعني ايه؟ يعني اللي انت فهمته يا معلم، العربيه كانت مليانه مخدرات واحنا كنا رصدينها، وكنا عاملين خطه عشان نقبض على الجنتل وشداد متلبسين بحرز وحجازه. مستحيل. لو حصل يا معلم، كل العربيات اللي خرجت من المينا اتفتشت الا العربيه اللي انت خرجت بيها. يعني مرجان ابن الرئيس غريب شغال مع شداد كده؟ الحكايه صح. مرجان في الاول ما كانش راضي وكان متضايق ان ابوه اداني سمك، بعد كده السكه سالكه رايح جاي وزفه. ياه، الدرجه دي الواحد كان مضحوك عليه. بوظت علينا خطه كبيره قوي كنا عاملينها من فتره. ولعلمك المخدرات دي كانت مستحيل تخرج من المينا لولا ان استثنيت العربيه بتاعتك تخرج من غير تفتيش. على العموم يا باشا، انا تحت امرك. هروح اغير واجي مع سيادتك واعترف بكل حاجه. تعترف بايه؟ ما هو مفيش تهمه. كل اللي انا بقوله ده استنتاجات. طالما مفيش حرز يبقى مفيش قضيه. على فكره المعلم قلاش اللي كنت بتدور عليه من فترة ظهر، وأعتقد إن ظهوره مش هيفيدك بحاجة. البضاعة بتاعته اللي حطها في عربية أبوك اللي اتمسكت، كل التجار اللي كانوا مشاركينه راحوا له وخدوا تحويشة عمره، يعني كل اللي حلته اتجنن اختفى. وظهر من كام يوم كده بيبات على الكورنيش وبينام هناك على الرصيف.